مشاهدينا ومستمعينا، احنا بنفخر بكثير من الشباب السودانيين الموجودين داخل وخارج السودان. المهندس محمد عثمان البلولة سوداني الجنسية، مقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة، هو من أبرز المخترعين الشباب. ولد في 14 من أبريل من العام 1981 بمدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة. تم اختياره من ضمن قائمة أفضل 500 شخصية عربية تأثيرا على العالم. قام باختراع عدد من الاختراعات وكرم في عدد من المناسبات. وأعود للحديث مرة أخرى للحديث عن الباشمهندس محمد عثمان البلولة. هو حاز على العديد من الجوائز، من ضمنها جائزة إريبيان بيزنس للعلوم والابتكارات، وتتواصل ابتكاراته واختراعاته الآن. اخترع شيء مفيد جدا ومواكب، خاصة نحن بنجتهد ونسعى لاكتشاف شيء يقينا من شر أو من مرض جائحة كورونا. محمد عثمان البلولة اخترع اختراع، هو شنو تفاصيله، شنو كيف حنستفيد منه، ده اللي حنعرفه من خلال الفقرة القادمة وحواره مع الزميل أنس الإمام. نتابع ونرجع نتواصل معكم من جديد من داخل الاستوديو. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة، ومحطتنا اليوم مع واحد من المخترعين الشباب السودانيين المعروف عنهم بعملهم الكبير في مجال الاختراع ومجال الاكتشاف ومجال الابتكار، باشمهندس محمد البلولة، نائب مدير مركز الابتكار بجامعة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة. مرحبا بك باشمهندس محمد، ومرحبا بك في بيت الأسرة. يا مرحبا يا أستاذ أنس، وسعيد جدا أن أكون معاكم الليلة. أولا نتمنى الصحة والعافية لكل أعزائنا المشاهدين ولكل أهلنا في السودان، نتمنى إن شاء الله أن نكون ضيوف خفاف عليكم. شكرا لك باشمهندس محمد. قد يكون الفترة اللي فاتت كان حديث المنطقة العربية وحديث العالم الريبوت اللي تم اختراعه عن طريقك، يا ريت تحدثنا أكثر عنه. الروبوت طبعا زي ما شايف عندنا هنا الروبوت وعندنا وحدة التحكم. فالروبوت بيقوم بقياس الأعراض الإصابة بفيروس الكورونا المعروف عالميا بكوفيد 19. فبيبدأ أول شيء برصد الأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة، ففي ثيرمال كاميرا زي ما شايف ترصد درجة الحرارة المسافة تصل إلى مترين. والشيء الثاني بيرصد المشاكل في التنفس عن طريق الـ SPO2 سنسر، وأيضا عدد دقات القلب. في وحدة التحكم في عندنا عدد من الخصائص، منها أول شيء عن طريق الشاشة دي بنقدر نتحكم في الروبوت، والروبوت فيه حساسات بحيث أنه ما يصطدم بالعوائق والأجسام. الشاشة الثانية مرتبطة بكاميرا 360 درجة، وتدي الشخص المشغل رؤية 360 درجة في حالة انه شاف انه اي شخص قريب من الشخص المصاب ممكن بيطالب منه التباعد. والشيء الثاني انه بيتواصل مع المريض، فهنا بيقلل من نسبة العدوى. الشاشة الثالثة عن طريق بتظهر للشخص المشغل بطريقة مرئية زي ما شايف الاعراض، فبيسهل عليه آلية التواصل والعمل مع المرضى. ايضا عندنا في الوحده دي بنقدر نتحكم ونرى عدد من المؤشرات الموجوده زي درجه الحراره في بيئه الروبوت، الرطوبه، وايضا بنتحكم في عدد من الخصائص زي ما شايف ممكن عن طريق الايباد من هنا انه بنتحكم في تشغيل انذار صوتي بيساعد على التباعد الجسدي والتباعد الاجتماعي من المريض زي ما حتسمعوا الان. فدي رسالة صوتية بنقدر نشغلها في حالة انه رصدنا اي مصاب بالكوفيد 19، فبنطلب من الناس انه يبتعدوا او كانوا الناس قريبين من بعض، فبيسهم في تقليل العدوى. ايضا عندنا اللي هو بنقدر نتحكم في نظام التعقيم، ونظام التعقيم ايضا بيعمل بشكل دائم بعد كل عملية بحيث انه نضمن انه النظام امن. وايضا في خاصية انه انت تتكلم مع الروبوت وبتبدأ تظهر الاعراض بشكل مرئي للشخص المشغل. هل تم اختبار الجهاز ومدى قدرته على الاكتشاف المرض؟ إلى الآن بيستخدم الأسلوب التقليدي في التعامل مع المصابين بالكورونا، فعادة بيرصدوا أول شيء درجة الحرارة. فهنا
ممكن يتم انتقال العدوى الى الاشخاص. فعشان كذا سويت الروبوت بحيث انه نضمن سلامة المجتمع ونضمن سلامة الناس اللي بيشخصوا المرضى. فبيتم عن طريق الروبوت عن بعد بنقدر نرصد المرضى، نرصد عندهم الاعراض الاولية، وكل ما زادت الاعراض هنا بيدينا معرفة انه الشخص ده مصاب بالكورونا، وهنا بننتقل الى المرحله الاخرى وهي الفحص عن طريق الفحص المخبري. لكن النظام بيسهم، والغرض الاساسي منه انه يسهم في التقليل من نقل العدوى الى الاشخاص. حاليا في المطارات في المستشفيات بنجد اشخاص وظيفتهم انه يحاول يرصد منك الاعراض الناتجه من الاصابه، فهنا عملتها بشكل امن عن طريق روبوت، بنقدر انه نعرف المصابين ونقلل من نسبه اصابتهم ونسبه انتقال العدوى، بالذات في المطارات في المستشفيات في الاماكن اللي هي تشهد اكتظاظ البشر. مدى سلامة الكادر الطبي؟ لأنه حاليا أغلب الأمراض اللي بتجي من الكادر الطبي من خلال المخالطة للمرضى، هل ممكن نقول إن الجهاز عنده قدرة على تشخيص المرض؟ مثل ما ذكرت لك انه مجرد ما بدا وصول المرض الى المنطقه العربيه على طول بديت في انه عملت بحث وشفت الاشياء اللي احنا ممكن نرصدها عن طريق الروبوت، فبديت ببناء الروبوت وبناء وحده التحكم. وطبعا الحمد لله انه قدرت انه ارصد الاعراض بنجاح، والخطوه القادمه ان شاء الله انه نبني البروتوتايب النهائي، وده بيعتمد على احتياجات السوق وعلى احتياجات كل دوله، لان انت عارف انه بتختلف الاحتياجات من منطقة الى اخرى. وان شاء الله اتمنى انه يسهم في تقليل نسبة الاصابة وتقليل مرض الكورونا، وانه نسهم ان شاء الله في عدم انتقال المرض الى خط دفاعنا الاول والناس اللي شغالين وسهرانين عشان يحمونا. باشمهندس محمد، من ناحية بتاع التكلفة مالية، هل نحن ممكن نقول الجهاز تكلفته هل هي تكلفة عالية؟ وهل بيصلح لكل الأجواء باعتبار الأجواء الحارة عندنا في السودان مثالا، هل ممكن تعمم تجربة الروبوت اللي عندنا في السودان أم لا؟ طبعا تكلفة الروبوت بتعتمد على الخصائص الموجودة فيه، ولكن التكلفة يعني في متناول الجميع، إنما تكلفة مرتفعة جدا. وممكن إنه نقوم ببناء روبوت بخصائص أعلى، وهنا بتنعكس على التكلفة. وحاليا بعمل على إصدار خاص بالسودان، وأتمنى إنه إن شاء الله أخلص منه في أقرب وقت. في الختام شكرا لك باشمهندس محمد البلولة على الشرح الضافي والتفاصيل اللي ذكرتها في هذا الريبورت، وإن شاء الله دائما من نجاح إلى نجاح ومن تقدم إلى تقدم. شكرا لك محمد. سعيد جدا إنه أكون معاكم الليلة، وشكرا أستاذ أنس، وشكرا لقناة السودان على إتاحة الفرصة دي، ونتمنى لكم الصحة والعافية. ورسالتي للمجتمع وللناس، خليكم في البيت عشان نقلل من انتشار المرض ده، وإن شاء الله نستطيع النجاح في القضاء عليه، ونتمنى لكم الصحة والعافية. شكرا لكم جيشنا الأبيض. شكرا لكم جيشنا الأبيض. شكرا جيشنا الأبيض. شكرا شكرا جيشنا الأبيض. حتى الريت والكون اتمدد، مواجهين أخطر علشاننا، الأفضلكم ما بتتعدى. شكرا شكرا جيشنا الأبيض. شكرا لكم جيشنا الأبيض. شكرا لكم جيشنا الأبيض. من هنا نوجه وزارة الصحة ونقول لهم شكرا لكم. يا الصابرين عند الله جزاكم، فيكم عشان الشعب اتجدد، رغم الضيق مدين ايديكم واتحملتوا وكنت تفرد. انتوا شامل عالية جبيننا، ما بنوافي الحقونا حدي. شكرا لكم جيشنا الأبيض. شكرا لكم جيشنا الأبيض. شكرا شكرا جيشنا الأبيض. جيشنا الأبيض. جيشنا الأبيض. شكرا لكم جيشنا الأبيض. انتو سد الفرج لو يسعى، ونحن الشعب في بيتنا بنقعد. بكره كورونا تغادر وتمشي،
ويفضل خيركم بيهم نشهد. شكرا لكم جيشنا الأبيض. مع تحيات وزارة الصحة الاتحادية.